نشوف الزكاة بتاعت الحلاج، عرفنا صلاة الحلاج ما عنده علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وصيامه ما عنده علاقة بالدين. نشوف الزكاة بتاعت الحلاج. قال الذهبي رحمه الله: وإذا تصدق، يعني الحلاج يقول كده، إذا تصدق في يوم بجميع ما يملكه، يعني في يوم عندك 20 جنيه، يوم صدقت بها كلها، ما 19، كل ال20 بجميع ما يملكه أغناه عن الزكاة. تاني ما تزكي لحد ما تموت. أهانا شوف الحج بتاع الحلاج. قال: وإذا بنى بيتا، تبني لك بيت، عشان كده الحلاج نفسه في بيته بنى له غرفة وقال دي الكعبة، بقي يطوف بها. أهذا يأمر المسلمين كلهم بالكلام ده؟ قال الذهبي رحمه الله: وإذا بنى بيتا وصام أياما، تبني لك بيت وتصوم أيام، وطاف به أغناه عن الحج. تاني ما في حج. فأحضر حامد القضاة، وده حامد بن العباس، ده الكتل الحلاج ذاته، وزير طيب بأمر من الخليفة. فأحضر حامد القضاة وأحضره، جاب ديل وجابه، وقال: أتعرف هذا الكتاب؟ اللي هو الكاتب فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج الجديدة دي. قال: هذا كتاب السنن للحسن البصري، وكتاب حقه الحلاج. قال: ده كتاب السنن للحسن البصري. والوزير والقضاة أزكية، خلي حق منه. قال: ألست تدين بما فيه؟ ما هو لقوه عنده وكذب، قال حق الحسن البصري. قال لك خلاص خلي الكلام ده، الجواه ده بالدين به ولا ما بالدين به؟ قال: بلى. ده الحلاج قال: بلى، هذا كتاب أدين الله بما فيه. فقال له أبو عمر القاضي، ده أحد القضاة اللي كانوا جابوهم، قال: هذا فيه نقض شرائع الإسلام. ثم جاراه في الكلام إلى أن قال له أبو عمر: يا حلال الدم، من أي كتاب نقلت هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال: كذبت يا حلال الدم، فقد سمعنا الكتاب وليس فيه شيء من هذا. وفي رواية عند غير الذهبي إنه رد عليه وقال: سمعت الكتاب كاملا بمكة وليس في هذا الكلام، كتاب الحسن البصري المسمى بالإخلاص، قال: كذاب يا حلال الدم. فقال حامد اللي هو الوزير لأبي عمر القاضي: قد أفتيت أنه حلال الدم. قال: أنا سمعت قلت زول ده حلال الدم، فضع خطك بهذا، اكتب لنا إنه زول ده حلال الدم. الوزير ده يقتله، لكن ده فتوى من شنو؟ من العلماء والقضاة. قال: أنت قلت يا حلال الدم، اكتب الكلام ده. فدافع ساعة فمد حامد يده إلى الدوات وقدمها للقاضي وألح عليه، فكتب بأنه حلال الدم، وكتب الفقهاء والعلماء بذلك خطوطهم. والحلاج يقول: يا قومي لا يحل لكم إراقة دمي. بعد ذلك وصل أمره للخليفة وسجنوه وأمر بضربه 1000 صوت، جلدوا 1000 صوت، وقطعوا يدينه ورجلينه كله، وصلب حيا إلى أن مات، وأحرقت جنازته، وقطعت رقبته، وعلقت في مدخل بغداد. ده الدين، يقتل هذا. بعد الطريقة اللي قتلوا بها قد يكون فيها شيء من الأخطاء زي الحرق مثلا، لكن يقتل. ونقل ابن تيمية إجماع العلماء والمسلمين على قتل الحلاج. طيب